بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل عام وأنتم بخير، والكويت بخير، وسيدي صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين بخير وصحة وعافية، ونتمنى أن يعم السلام وأيضا يعم الخير على جميع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، ونتمنى للكل طبعا أن إن شاء الله يكون العام المنصرم كان عام خير عليهم، والعام المقبل إن شاء الله يكون عام خير كذلك، ونسأل الله دائما التوفيق للجميع. أولا أنا ودي أوضح نقاط كثيرة، وأتمنى هذه رسالة للشعب الكويتي قبل لا تكون رسالة للأخوة أيضا النواب. في عام 2008 تم رفع شعار إسقاط القروض عن الشعب، وكنت في ندوة ساعتها وذكرت بأن لا يمكن يتم إسقاط القروض إلا بطرق معينة، هذه الطرق معينة بعيدة كل البعد عن ما هو مطروح في ذاك الوقت. وأيضا في الندوة واجهت امتعاض وأيضا ردة فعل من الناس، لكن أنا صارحتهم، والناس يمكن ما يبون اللي صارحهم، يبون اللي ممكن يعطيهم معلومات، وهذه المعلومات للأسف لا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم نحن أمام أيضا نفس السيناريو ولكن بصورة ثانية. وفي البداية أنا أولا أقدم شكري وتقديري للإخوان النواب أصحاب الاقتراح اللي تقدموا فيه، وهذا الاقتراح يجب أن يقرأ قبل لا يكون أيضا فيه تبني. أنا بالنسبة لي موضوع الاقتراح أرى بأن اقتراح ممتاز يحتاج إلى دعم، وأيضا يحتاج إلى دراسة، وأيضا يحتاج إلى تعمق في فهمه. أرجو أن لا يفهم بأن هذا الاقتراح لإسقاط القروض. هذا الاقتراح موجود قدامي، العنوان صحيح عن إسقاط القروض، ولكن هو شراء مديونية وبطريقة أخرى يدفعنا إلى وجود ما هو مكرر لما تم معالجته للأسف بصندوق الأسرة وصندوق المعسرين. وأنا رأيي واضح عن صندوق الأسرة وصندوق المعسرين بأن أضر بالأسر ولم يحل المشكلة. هذا الاقتراح مشابه تماما ولكن بصيغة ثانية. لذلك أرجو من الإخوان أصحاب الحملة واللي يريدون تضخيم الموضوع وأيضا تبيان بأن هناك من هو مع المواطن ومن هو ضد المواطن، لا، نحن مع المواطن ولا نحتاج لهذه الحملة. وأيضا موقفنا واضح مع المواطن في كل الأمور، وقد تقدمت بصندوق لمساعدة المتقاعدين، وهو صندوق يعتبر مع هذا المشروع اللي قدامنا صغير وبسيط وتكلفته بسيطة، ومع ذلك الحكومة لم توافق عليه، بل تم تحويره وتقديمه بصورة ثانية حتى وصلنا بأن يكون للمتقاعد فقط ب 14 شهر، بمعنى بمعنى سبع رواتب، من النهاية ينتهي إلى سبع رواتب. لذلك نحن نعرف ما هو موجود حاليا من أولويات يفترض أيضا بحثها. فموضوع مثل شعار إسقاط القروض، الكل يعلم بأن هذا الاقتراح ليس عن إسقاط القروض، القروض لن تسقط، ولكن المطلوب هو إيداع مبالغ أو من البنك المركزي لدى يعني للشركات وأيضا للبنوك المقرضة بما يعادلها حصرها والمتضررين والمستفيدين من هذه القروض، وبالتالي حصرهم وإيداع القيمة من البنك المركزي لدى البنوك، ويتم أيضا استثمارها وتعويض الشركات عن ما تم تقديمه أو ما تم اقتراضه من قبل المواطنين، ولم يوضح هل هناك سداد من المواطن أم لم يوضح أنه كيفية السداد وكيفية أيضا استرجاع هذه المبالغ. بهذه الصورة وبهذا الشكل نحن أمام استنساخ لصندوق المعسرين وأيضا استنساخ
صندوق الأسرة. لذلك أنا مبدئيا موافق مع ما هو موجود في هذا الاقتراح، ولكن عليه أن يوضح التزام المواطن أمام هذا المقترح، ومدى التزام المواطن أمام هذا المقترح يجب أن يكون بالتفصيل الدقيق والواضح، وأيضا يوضح حجم المبالغ وحجم القروض الاستهلاكية اللي يفترض أن يعالجها هذا الاقتراح. موضوع أن البعض يرمي بأنه ليس هناك عدالة، وأيضا هذا موضوع يفترض أن ينظر له بنظرة أن ما في تساوي، ما في عدالة، ويضربون موضوع المديونيات الصعبة، وأيضا في أمور أخرى تم في السابق معالجتها بطريقة غير عادلة. والصحيح بأن كل القوانين اللي تأتي إذا بنبحث عن العدالة لن نجد فيها عدالة، لأن في هناك متضرر منها. وكذلك قانون الرعاية السكنية بمنح 400 متر للأسرة الكويتية مقابل أن في السابق كان يمنح أكثر من ذلك. فموضوع العدالة لا يفترض أن يطرح مفهوم العدالة بالصورة بأن احنا نريد أن يكون هناك عندنا عدالة في القضايا اللي تثار، ومن شأنها أيضا حل مشكلة حقيقية للمواطن وأيضا للأسر الكويتية وأيضا لإنعاش الاقتصاد المحلي وتحرير الأسرة من كثير من القيود المالية. لذلك هذا المقترح بفكرته وأيضا بالصياغة اللي تم صياغتها من الأمور اللي بالفعل فيها معالجة، ولكن أرجو أن يكون المصاحبة الإعلامية له تكون عارفين شنو المحتوى اللي موجود فيه. لذلك حملة إسقاط القروض هذا ليس عن إسقاط القروض، هذا عن أمر آخر لا يتناول، يعني يحل مشكلة القروض ولكن ليس في قضية إسقاط القروض، ولا يأتي إسقاط القروض بالصورة اللي موجود فيها. لذلك نريد أن ندرس هذا القانون بحيث أن نصل إلى صيغة يكون فيها أيضا قبول ويكون فيها أيضا توافق نيابي حكومي، لأن من غير المعقول بأن نتكلم عن دفع بمثل هذه الأمور ونحن عندنا قضايا ما زلنا يعني نتصارع من أجلها في قضايا كثيرة، سواء في اللجان أو في على مستوى المجلس اللي تتناول بعض الأمور المالية والأمور اللي خاصة بالزيادات أو الكوادر أو حتى في قانون التقاعد أو المكافآت للعسكريين أو غير العسكريين وأيضا لوظائف معينة. لذلك أنا أوجه الرسالة للشعب الكويتي، أرجو أن يقرؤون هذا القانون قبل أن يقسموا أنفسهم ويقسموا الآخرين الداعمين لمثل هذه الأمور إلى مؤيد ومعارض، وإذا كان المفهوم الخاص بالتأييد لقضايا المواطنين كل النواب مؤيدين لقضايا المواطنين، كل النواب يدعمون هذا الأمر. البعض لديه رؤية مختلفة، البعض لديه رأي آخر مختلف، لكن أنا أؤكد لكم أنا موقفي من 2008 لين الحين أرى بأن إسقاط القروض لن يتم بهذه الصورة، ولن يتم مهما كان، حتى لو تم حشد 50 نائب وراء هذا الموضوع لن يتم إسقاط القروض بهذه الصورة. لذلك يفترض معالجة هذه القضية اللي تمس كثير من الناس، تمس كل أسرة كويتية، أهلنا وأصدقائنا والكل، يعني هذيلا منا وفينا وحنا منهم فيهم. لا يمكن أن نتخلى عن قضية مثل هذه ونأكد موقفنا الثابت وراء مثل هذه القضايا، لكن أيضا أرجو أن لا يكون الموضوع موضوع إثارة إعلامية وموضوع حشد شعبي. بالنهاية لن يطول الشعب من هذا الحشد إلا كثير من الوعود الكاذبة. هذه من ناحية. رسالتي لإخواني النواب أن مثل هذه الاقتراحات قبل أن تظهر يفترض أن يتم دراستها دراسة دقيقة، ودراسة دقيقة متأنية، لأن الاقتراح هذا بقانون يأتي من النواب للمجلس وبالتالي طرحه وأخذ الرأي الحكومي فيه. هذه آلية يفترض الناس يعرفون شلون تتم. لا يمكن فرض القانون بدون وجود توافق نيابي نيابي وتوافق نيابي حكومي. الشعب يبي العنب ما يبي شيء ثاني غيره.
وبالتالي مثل هذه القضايا لإخوان النواب لا بأس من دراسة المقترح اللي أهنى وأيضا أثني على إخواننا اللي مقدمينه وعلى الأخ ماجد مساعد المطيري على تقديمه مثل هذا الأمر، لكن نريد أن ندرس خاصة المواد التالية اللي هي المواد الخاصة ب من المادة الرابعة إلى آخر المواد. لذلك من يريد الحصول على نسخة من هذا الاقتراح موجود، من يريد أن يقرأ قراءة مستفيضة موجود. لذلك الرأي يفترض رأي قانوني ورأي مالي وبعدين تشريعي، ونأخذ بالنهاية أن نعالج القضايا اللي تم تعليقها منذ سنوات، وصندوق الأسرة وصندوق المعسرين لم يحل هذه القضية. لذلك أرجو هذه الرسالة مرة ثانية لإخواني النواب وأخواننا الشعب الكويتي، أن أرجو أن مثل هذه القضايا أن يتم دراستها وتقديمها بصورة متكاملة أفضل من الطريقة الحالية. لذلك إن تم الاستمرار بهذه الطريقة أنا أعتقد أن لن نحصل شيء، وهذا كلام ما أنا مو أقوله الكل يقوله. وإذا كان هناك أمور أخرى نعرف من هو يقوم بهذه الأمور، ونعرف من لديه القدرة على مثل هذه المعالجة، ونعرف الطريقة الصحيحة لها. لذلك كل عام وأنتم بخير، وأتمنى إن شاء الله أن عام خير للجميع، وأتمنى أيضا بأن يكون مثل هذا المقترح يجيب على جميع الأسئلة اللي موجودة اللي تسأل في اللجنة اللي تناقش هذه القضية، ولا يمكن مناقشتها مناقشة عابرة بل مناقشة مستفيضة. هذه المناقشة المستفيضة موجودة لدى كل من يتساءل عن حل هذه المشكلة، وموجودة أيضا عن كل من يريد حل لهذه المشكلة. كثير من التساؤلات يفترض أن يتم نقاشها باللجنة المختصة، ولذلك يتم الحشد النيابي الصحيح لها، وأيضا بالنهاية التوافق النيابي الحكومة إذا حصل هذا الشيء. شكرا لكم جميعا.